السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. اللي ما يقدر يتصل بينا عندنا رقم بالأسفل بصف إشارة الواتساب، يقدر يدزلنا رسالة واتساب على الرقم المخصص للبرنامج، نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم بأول ملف من ملفاتنا، واللي هو ملف الزلزال المدمر أو الزلازل اللي ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا، والكارثة اللي صارت بسبب الهزات واللي حاصرت عشرات الآلاف بالبلدين جوا الأنقاض لحد هاي اللحظة اللي أنا جاي أسولف بيها وياكم. عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا وإنقاذ الأحياء منهم بسبب الزلازل والمحاصرين جوا الأنقاض من 10 أيام بعدها لحد هاي اللحظة مستمرة، والحد هاي اللحظة أيضا المعجزات أنه يلقون ناس بعدهم عايشين جوا الأنقاض مستمرة. مثلا ورا 228 ساعة عاشتها أم وأطفالها الاثنين جوا الأنقاض، 228 ساعة من الظلمة والخوف، طواقم الإنقاذ قدرت أنه تنقذهم، تنقذ الأم وأطفالها الاثنين بولاية هاتاي جنوب غرب تركيا. خلونا نشوف. هاي بهاتاي، نروح إلى ولاية كهرمان مرعش اللي هي مركز الزلازل اللي صارت في تركيا وشمال سوريا، واللي صارت يوم الاثنين بالأسبوع اللي راح. مباني هواية وقعت، وأكو مباني مسحت وجواها ناس حاصرتهم الأنقاض من كل اتجاه. همينا قدرت طواقم الإنقاذ التركية اللي ما وقفت شغل على أمل أنه يجدون أحياء لحد هاي اللحظة، قدرت أنه تلقي امرأة عمرها 42 سنة عايشة ورا ما أتمت 222 ساعة جوا الأنقاض. خلونا نشوف. Kendine endişe etme. Nefes al. Bolca nefes al ablacığım. Elim bak bende. Bu zamana kadar fazla hasar almadın. Dışarıya çıkarken de fazla hasar alma diye uğraşılıyor. 6 dakika sonra dışarıda güneştesin ablacığım. Tamam. Arkadaşlar iş değildi. Hazır mıyız? Evet. Ya Allah harikasın. Hadi hadi. Çok güzel abla. Abi hemen ışıl attan. Işıl attan. Termali alayım, termal. Bir eli dışarıda, şu eli dışarıda. Tamam. Başka. Arkadaşlar bir yol atalım. Bravo beyler. Bravo. بالولاية أنه تنقذ عائلة مكونة من زوجين رجال ومرته سوريين الأصل، انتشلتهم الطواقم من جوا الأنقاض مال المبنى اللي هم كانوا عايشين به وراء 10 أيام عاشوها بظلمة وخوف وتراب وحديد بكل مكان، لكن الحمد لله رب العالمين أنهم على قيد الحياة. تمام. Biz Kocaeli itfaiyesi olarak geldik. Buradan seni alacağız, tamam? Evet, ben yaşayıp annem. Tamam canım, hadi. Abi kız nasıl? Kız nasıl? Güzel. Yanında mı? Yani... Fatma. Fatma. Var mıymış, sorsana be. Üç var mı? Üç. Bir oğlum, Muhammed. Orada, yanında? Mustafa, ama rahmetullah. O konuşabiliyor mu? Mustafa ölmüş.
Mustafa Rahmetullah. Mustafa. Mustafa Rahmet. 1,5 sene. Tamam. Fatma? Fatma 15. Orada. Nerede Fatma? Duha 12,5. Tamam. مثل ما شفته قاعد دبي يعني دا يحكي له من اللي موجود من أفراد عائلته كانوا بالبيت إلى رحمة الله انتقل واحد من أولاده اللي اسمه مصطفى الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق ويانا من أنيسة تاج الأنس تقول هذه معجزة وقدرة الله، اللهم أنقذ المزيد يا رب واحفظهم وأخرجهم من ظلمة الركام إلى الحياة مرة أخرى، اللهم فرج عليهم. علي جاسم ما حد يموت غير بساعته ووقته، ما مكتوب لهم الموت، الحمد لله على سلامتهم وسلامة الناجين، والله يرحم اللي فارقوا الحياة وربي يحفظنا وإياكم. حمزة العراقي سبحان الله، يعني 9 أيام و12 ساعة، كيف هذا العدد بدون ماء وطعام؟ هذه أو هذا من المعجزات. هو كاتب أبو علي القيسي سبحان الله العظيم، اللهم فرج عن الأحياء منهم وارحم أمواتهم. كانت هاي التعليقات حول هاي القضية اللي هي قضية انتشال المزيد من الضحايا من تحت ركام المباني وإنقاذهم من الموت. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله أستاذ أفال المحترم، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك الله. الرحمة طبعا لشهداء سوريا وشهداء تركيا والشفاء العاجل لجميع الجرحى، ويا ربي إن شاء الله كل اللي فقدهم أهلهم إن شاء الله يلاقوهم ويشوفوهم إن شاء الله بعون الله تعالى. نعم. أستاذ أفل، إحنا المصاب اللي يصير بينا بالعراق أو صار المصاب اللي عندنا بسوريا أو بتركيا، هذا مصابهم اللي هو نحزن به وممكن نفس الوقت نفرح به، لأنه إحنا أهل العراقيين عندنا الطيبة وعندنا الوفاء وعندنا الكرم. يعني كل العالم اللي قاعد يشوف اللي بالغرب أو بالدول العربية اللي يشوف المأساة اللي قاعد تصير عندنا بسوريا واللي صارت عندنا بتركيا في هاي السنين في سنة 2023، هاي كل الدول العربية وكل الدول الأوروبية المفروض تتعظ إنه من هذا الله سبحانه وتعالى من صار الزلزال في سوريا وتركيا، كل العالم شاهده وكل العالم يعرف إنه الله سبحانه وتعالى كن فيكون. فإحنا عندنا بالعراق اللي حكوماتنا الفاسدة اللي حكمت العراقيين والظلم اللي صار عندنا والفساد اللي صار عندنا، وبالرغم النازحين اللي لحد الآن أكثر من 10 سنين ما ردوا لأهاليتهم، ولا السجناء عطوا عفو عام إنه يرجعون لأهاليتهم، ولا عدنا مغيبين، ولا عدنا من صارت الأمور يعني تتحسن من معيشة العراقيين من رفاه العراقيين من تطوير الشعب. هاي المفروض على الحكومة وسلطة الأحزاب تباوع هذا، الله سبحانه وتعالى يراوي العبد يقول للعبد شوف أنا جا سويم، يعني بأي لحظة بأي ساعة أمحيها القاع، سواء إذا زلزال سواء إذا فيضانات سواء أي براكين من قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا يراوي للعبد أنه لازم أنه يطيعه، لازم أن يكون يخاف عنده، خاصة إحنا عندنا ما شاء الله عندنا حزب الدعوة وكل الأحزاب اللي هي تدعت بالولاية وتدعي بالولاية أمير المؤمنين ولاية الحسين. فالمفروض مثل هيك حكومة وهيك أحزاب دينية المفروض تتعب من هذا الموقف، هاي الأمر الرباني اللي صار، تحاول أن تخفض من ذنوبها، تحاول أن يكون لها دور أمام شعبها. الظلم اللي أكثر من 20 سنة والشعب العراقي اللي يشوف ظلمه، لكن الله سبحانه وتعالى استاذ أفل يعني يمهد الناس، فمهما يكون يمهد وإن شاء الله بعون الله تعالى، مهما يكون سلطة الأحزاب ظلمها، سوف الله سبحانه وتعالى يجي يوم بيهم يخسف الأرض. وبشر الظالمين الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شكراً لك أبو عمر. نطلع من الكوارث الطبيعية، لأنه اللي صار بتركيا تعتبر كارثة طبيعية، نروح إلى الكوارث اللي سووها أتباع أو ذيول أو حكومات الاحتلال. ملفنا الثاني راح نحكي به عن ملف أساسي بكل بلدان العالم، ملف هو ملف المي، ملف المياه بالعراق اللي بيه نهرين عظيمات من يوم رب العالمين خلق هالبشرية، دجلة والفرات موجودات بالعراق. لكن أنور العراق اليوم دا تعاني ما تعاني، حالها حال هواية أشياء بالعراق. عندنا مواطن من أهالي ناحية النيل بمحافظة بابل يناشد حتى يتم توفير مي صالح للاستخدام البشري
إلى أهالي الناحية، ويوثق لنا هذا المواطن تجمع النفايات الكبير الزبالة بواحد من أنهر الناحية بوضع مزري مثل ما تشوفوه، راح تشوفوه همينة، واللي بين لنا الحالة اللي وصلت به أنهر العراق وأنهر هاي الناحية من إهمال. خلونا نشوف. يا محافظ بابل، احنا بشاربك استاذ وسام، احنا بشاربك محافظ بابل. كنت ان العطش بناحية النيل، كهرباء اكو والطوارئ مستمرة بس ما حد يربطها. استاذ وسام احنا بشاربك محافظ بابل، امروتك تلاحق ان ماي ماكو، وهاي الاوساخ يعني مدير ري النيل من يفوت على الجدر ما يشوفه، تشغيل ماي ماكو لا حصة ولا تجينا ماي، ونهران يمست وسأل كل أهل النيل. استاذ وسام يعني مدير ري النيل من يفوت ما يشوفه، مدير ناحية النيل من يفوت ما يشوفه، لو صاخ الله أكبر ما حد يطلع. احنا مو بشر للنيل، احنا مو بشر، احنا ما نشرب مي، شلون نقعد نرجع البراين؟ الله أكبر، والله شتى شتى، والضفيرة موجودة والتيولة ما حد يرضى يربط طوارئ. جذوة النيل علي يمكن 10,000 فيت جذوة النيل علي، ألف فيت علي، ألفين، 3,000 فيت، ما حد يربط طوارئ، الله أكبر. هذا مو نهر، هذا نهر البطالة، نهر الفلين، هذا مو نهر مال مي. قلوا لي بوزارة المياه والثروات الطبيعية دائرة الكري مال الأنهر شنو شغلها إذا هاي واحد من الأنهر؟ عندنا مواطن ثاني من أهالي أطراف بغداد اللي طالع بالصورة وراي، يناشد حتى يتم إيصال صوته بس حتى يتم توفير مي صالح للشرب لهم بمناطقهم، ويشكو من معاناة المواطنين بمناطق أطراف بغداد من سوء الخدمات اللي تقدمها دائرة البلدية، انتشار النفايات أو الزبالة بكل مكان، واللي صار سمة بالعراق والإهمال الحكومي لهاي المناطق. خلونا نسمع. رسالة إلى كل القنوات العراقية الشريفة اللي ما تنحاز لجهة سياسية معينة. اليوم احنا بأطراف بغداد مي شرب ما عدنا، مي صالح للشرب ما عدنا. رسالة إلى المحافظ، يا محافظ بغداد عليك النزول إلى الساحة، النزول إلى المواطنين. تعال افتر بأطراف بغداد، شوف وضعنا بأطراف بغداد، المزابل ترست أطراف بغداد، مي صالح للشرب ما عدنا، خدمات ما عدنا، مدارس ما عدنا، البلديات نايمة، مدراء النواحي نايمين، قي مقامين ما يشتغلون. ليش وقت الشعب العراقي يبقى يعاني؟ ليش وقت اليوم سعر الدولار أكثر من 160 ألف، أكثر من 160 ألف. المواطن من يروح يجيب لك كيلو فاصوليا وكيلو حمص، بطل عم بطلنا ما نريد منكم شيء، نجيب كيلو فاصوليا وكيلو حمص، نريد نطبخ، نريد ناكله. تعرفوا اليوم من نحط الطبخ، نحط الحمص والفاصوليا بالجدر ونطبخها بالمي، دا تطونيها بالبورج، دا يصير دا تجزر الأكل، ما دا يستوي، دا يجزر عندنا. عمي طفح الكيل، طفح الكيل بسبب فسادكم، طفح الكيل. هاي معاناة أهالي أطراف بغداد. ننزل للجنوب إلى عروس الخليج العربي، أو ما كانت تسمى عروس الخليج العربي. عندنا توثيق إلى مواطن من أهالي البصرة عن حال شط العرب اللي هو ملتقى نهري دجلة والفرات، شط العرب اللي تغنت به الأغاني، شط العرب اللي عاشت عليه أجيال من البصرة وغيرها، شط العرب اللي كان مزين البصرة من بداية حتى الخليج العربي. هذا الشط دا يجف، هذا الشط مليان زبل حال الأنهر بالعراق، هذا الشط مليان طحالب سامة، هذا الشط مليان مشاكل، هذا الشط مي البحر من الخليج العربي بدأ يصعد وتزيد نسبته ونسب الملوحة به والتسمم، ولحد هاي اللحظة ماكو أي حلول، على الرغم أنه هذا التوثيق وهاي المناشدة مو أول وحدة تحكي عن الملوحة والطحالب السامة واللي دا يصير بشط العرب. خلونا نشوف. أنا إخوان، أنا واقف حالياً بداخل شط العرب، شوف الشط وين هو انقرض، الشط اندفن، هاي الكاميرا جاي تفتر هذا الشط، شوفوه باقية مسافة جداً قليلة ذيك جهة العشار، هاي الصفحة اللي مقابلة للعشار جهة التنومة، أغلب شط العرب اندفن. مناشدتنا ورسالتنا إلى السيد وزير الموارد المائية، مثل ما علمنا وسمعنا إحنا أهل البصرة أنه وزارة الموارد المائية استحقاق بصري، ولكن حسرة بقلوبنا صارت، نريد نشوف سيادة الوزير يجي للبصرة يوقف على شط العرب، لأن نعاني من مشاكل كبيرة وكارثية. عندنا مشاكل عديدة، أولا
شط العرب صار عبارة عن سبتتينج وتجمع مياه المبازل المالحة من كل محافظات العراق وقد صب في شط العرب. وناهيك عن مياه المجاري، المياه الآسنة اللي صب بهذا الشط، وبالتالي أهل البصرة ماء شط العرب ترى ماء ملوث، كل الخبراء والاختصاصيين يقولون شط العرب ماء مسموم. هاي مشاهدينا الكرام حال شط العرب بالعراق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا كريم داود عبد علي يقول: وإلى متى ونحن نعاني ما نعاني؟ مع الأسف ضياع القدوة الصالحة وعدم الشعور بالمسؤولية. عقيل العامري: حياك الله أستاذ، احنا نشتري الماء حتى نسبح وغسل إيدي لأن ماء البصرة اللي يجي بالحنفية خايس، والشرب ناخذ مي بطالة وقلاص. سيف السهيلي يقول: شط العرب من جهة قضاء شط العرب مهمل للأسف، والمحافظ رغم شغله الواضح بس هذا المكان اللي انت واقف به مهمل من 2003، وغريب السكوت عن هذا الشيء. أبو صقر: والله من زمان ببالي أقول ما معقولة ما حد يشوف وينشر، أتمنى وزارة الموارد المائية تشوف. كانت هاي التعليقات اللي الناس كتبتها حول ملف المياه بالعراق. وعندنا اتصال محمد من بغداد، حياك الله يا محمد. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام أخوي. أستاذ، الواقع العراق، الواقع هو العراق عموما يعني. نعم. وإذا نحكي على الخدمات، إحنا هسه خلينا نحكي على موضوع شوية برا الخدمات، على التغيير العراقي اللي صار من بعد 2003. نعم. كل الدول أو كل الشعوب من تريد تغير دول أو تغير حكام طغاة أو دكتاتوريين، يكون أكو تخطيط لبناء دولة. نعم. تخطيط للحكم، تخطيط للعدالة، تخطيط للإنصاف، كل من يأخذ حقه. نعم. إحنا بالعراق مع الأسف أمريكا هي سبب بلاء هذا البلد. لأن جاب الدول العصابات حكموا البلد. نعم. هذول من يجوا حكموا البلد ما قالوا أكو تخطيط نبني أو نسوي أو نعمر أو نثقف أو نوعي، لا، خربوا البلد. الخلل وين؟ الخلل أنا مع الأسف أكو كثير من الشعب العراقي، ذول الناس الواعين خلينا نقول بصورة عامة، طلعوا من العراق، نسوا العراق بعد. خلينا نحكي لك إياها صراحة أستاذ، يعني مو ياكو أسباب صراحة. يعني ما دام بدنا نحكي بصراحة، مو ياكو أسباب. أي. اغتيال العقول العراقية والعلماء والطيارين والضباط والأطباء والمعرف شنو، خلت هواية من هاي الشريحة أنه تنهزم. صحيح. أنا ما دا باللوم عليهم. نعم. ما دا أقول هم خذلوا العراق، أنا ما دا أقول هيجي. نعم. أنا أقول من حقهم انهزموا، من حقهم انهجوا من البلد هذا. نعم. أكو ليش؟ أكو تخطيط لتدمير هذا، لتدمير العقول النيرة بهالبلد هذا. نعم. على مود يجيبون ناس يحكمون البلد تحت الخراب، تحت العيش الظلمات. المثل الثانية، المجتمع العراقي ترى تقسم وايد فئات، يعني نعم. أكو فئة يعني ناسية نفسها، أكو فئة متخلفة، أكو فئة تنتظر واحد يوجهها، أكو فئة يعني نعم. الوضع بالعراق معقد. نعم. إيراد تغيير حقيقي، تغيير. وأنا أقول خلي الأمم المتحدة هاي الأفكار الموجودة هسه بالعراق. طيب أخ محمد، يعني المشكلة أنه إيران وأمريكا يعني خططوا لتدمير هذا البلد ونجحوا في مخططهم. نعم. بأن يستخدمون ناس ما يفقهون شيء بالحياة، ما يفتهمون شيء، يحكمون هذا البلد اللي أنت دا تقوله صحيح 100%. لكن أنه الرهان وين صار؟ لما طلع ثورة تشرين وشافوا الشباب اللي هم انولدوا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، شافوا الشباب واعي، رافض طائفية، رافض حكومات، رافض سياسات، رافض أحزاب، ويريد بلد ويريد سياسة بلد وسيادة. صار الضغط هنا وين على هذا الشباب وعلى هذا الشعب؟ برأيك الحل شنو؟ الحل قلت لك هسه واحد شلون يقول مغلوب على أمره واحد. هسه الواقع الموجود، المجتمع الواقع العراقي هسه اللي يريد يحكي، اللي يريد ينتقد، اللي يريد هذا مغلوب على أمره. لين ينخطف، لين ينقتل، لين يتهدد. فالمفروض هسه هاي من بلاس خارت او منظمه الامم المتحده، المجتمع يعني المنظمات حقوق الانسان بالعالم. نعم. المفروض ان يكون، مو احنا نقول احلام ورديه ونتخايل، المفروض اكو لجان من كل الدول، من كل دوله واحد يجي يشوف هذا الواقع، يقول لك اكو حكام فاسدين، حكام دمروا هذا البلد، دمروا البنيه التحتيه، دمروا البلد كله. المفروض ان يجي نخطط على تاسيس حكومه جديده، حكومه. نعم. وطنيه.
وهذا اللي اتمناه اني اتمناه من الشعب ان كله ان يثور بالذوله. نعم. بس انت من تحكي من نقول الشعب تقسم، تحكي واحد يقول لك والله احنا منا علاقه، احنا كاتين خيرنا شرنا، اكو ناس مستفيده، اكو ناس مظلومه، اكو ناس هذا. نعم. يعني الواقع او الوضع يا اخوي العزيز، يعني الواقع معقد. احنا بالعراق صفار، فما اعرف الحال الا تتدخل يعني الدول. نعم. القاضي. نعم. بالبلد. نعم. نعم. شكرا لك اخ محمد. اخ محمد حاول يوصل مو رساله، خلينا نقول او توجه، يقول الحال بالعراق يحتاج الى طرفين، يعني الطرف الاول الشعب انه يتكاتف ايد بايد كله حتى يثور على هاي الطغمة الفاسدة، والحل الثاني انه الاسرة الدولية اللي سوت ما سوته بال2002 حتى تقوم الحرب على العراق ويحتلون البلد على الرغم من عدم موافقة الامم المتحدة على الحرب، خلوا ببالكم مشاهدينا انه لازم يشتغلون مرة ثانية حتى يرجعون الامور الى نصابها، ما نقول الى اللي كان قبل 2003، لا، يرجعون الأمور مثل ما هي عليه أو إلى نصابها الصحيح، يرجعون البلد العراقيين ويوقفون العراق مرة ثانية على رجليه بمكانته العربية. ملفنا الثالث مشاهدينا الكرام، تقدرون تسموه الإهمال الحكومي، تقدرون تسموه التلكؤ الحكومي، كيفكم. الحكومات بكل دول العالم، أحكي هنا عن الحكومات اللي تحترم نفسها، طبعا مو حكومات جاية ويا محتل، لأن الحكومات تهتم بالشوارع، الجسور، الأرصفة، البنايات، الكتب، بكل شيء، المستشفيات، أي مؤسسة يعني يهتمون في كل شيء يخص المواطن والحياة. بس بالعراق عندنا مثلا جسر داقوق، جسر يربط كركوك بطوس خرماته، ويعتبر صلة وصل بين محافظات شمال العراق ويا العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية. هذا الجسر مسدود صار له سنتين بسبب سيول صارت قبل سنتين ويا موجة مطر، ويحتاج إلى ترميم بسيط بسبب بعض الأضرار البسيطة من السيول اللي جت على الجسر. هذا الترميم البسيط سد جسر لمدة سنتين، وإحنا نشوف على سبيل المثال مثلا تركيا اللي صار لها 10 أيام تعاني ما تعاني بسبب موجة الزلازل، رجعت بعض الطرق اللي تضررت بشكل كبير ورا 5 أيام فقط رغم الدمار اللي صار بها. خلونا نشوف. يعني مثل ما لاحظتوا اكو تل مال تراب صاير هنا، السيال طاب منا لهنا او طالع منا لهنا، السياج مفلش واقع من جهتين، يعني ماكينه لحيم ويتبدلون هالكم قطعه هاي ويلحمون سياج يرجع الجسر مثل ما بي، ما يحتاج شيء. هذا العطل سنتين صار له واقف، عبالكم بس بداقوق؟ لا، نطلع الذقار الحال ما يختلف، واكو معاناه لابناء ذقار ويا معضله الجسور اللي لا اكو دائرة بلدية تهتم بها ولا محافظة ولا حتى وزارة ببغداد ولا حكومة اصلا حتى تسوي اشغال الصيانة الدورية اللي لازم تصير بين فترة وفترة حتى هاي الجسور تقاوم، ضمنها جسر القيثارة بالناصرية بمحافظة ذقار، جسر من 10 سنوات عقد كامل من الزمن ما حد وصل لهذا الجسر وسواله صيانة دورية رغم المليارات الكبيرة اللي تخصصت المحافظة ذقار. خلونا نشوف. هذا الجاين الرابع. الجاين الرابع هذا الأول الثاني الثالث حسا حاليا منتصف جسر قيثارة. الجاين الرابع. أربع جاينات كلهن انتهن. فيا محافظ ذقار، فأنت قاعد تشوف معاناة السواق، وهذا سنتر مدينة الجسر. ساكو أنت من قدمت طلب على صيانة الجسر بسنة 21. إلى اليوم ما كامل. قدمت طلب ثاني لصيانة الجسر. لا بلدية قامت بصيانة، لا مدير طرق وجسر قامت بصيانة، فلهاجز المأساة محافظة ذقار. جايين الخامس، يعني الأول الثاني الثالث خامس جايين، هذا وضعه. هاي الجايين خامس شوفوه، هذا خامس جايين، هذا وضعه خامس. شوفوا هاي معاناة، شوفوا يعني من جهتين هذا خامس، شوفوا السواق.
اللي ما يعرف شنو شغل هذا الجاين او اللي دا يحكي عنه المواطن بالجسر، هذا المفروض اكو بي اكو حديده هنا حتى ما يطب التراب ويسد، رقم واحد. هذا تمدد بالحراره والصيف والشتاء وحركه الجسر حتى لا يوقع الجسر. اما اذا انسد وصار اكو تمدد مثلا بالحراره اكو كارثه راح تصير. هذني ما يصلحوها، ذني ما يسووها، لكن عندنا انجازات حكوميه كبيره، عندنا انجازات لازم احنا نوقف وياها. ابرز انجاز سوتها الحكومات اللي جت ورا الاحتلال او حكومات الاحتلال خلينا نسميها، هو ان تغير اسماء المؤسسات الحكوميه، تغير اسماء مستشفيات، تغير اسماء جسور، تغير اسماء شوارع، تغير نشيد وطني، تغير بس بالاسماء، وتصرف فافون حتى تطبع على بداية شارع اسم الشارع وبنهاية الشارع اسم الشارع وبس، أو تطبع قطع. لكن أنه تنفذ مشاريع تخدم المواطن أبد ماكو. من هالشوارع شارع محمد القاسم بالبصرة، واللي تم تحويله إلى اسم أحد المهندسين المقاولين، واللي أثار استهجان أهالي البصرة أنه تغير الاسم الشارع إلى اسم مهندس مقاول ما كان يسوي شيء غير أنه يؤدي عمله بصورة صحيحة مقابل أموال المدينة ومخصصاتها، يعني كان يستلم ويشتغل. بينما الحكومة بدل ما تفكر بهالسوالف روحوا ابنوا وسموا بكيفكم وراها. خلونا نشوف. أخوان السلام عليكم. أخوان هذا الشارع طريق محمد القاسم، هذا الممتد من تقاطع العسكري لحد جسر محمد القاسم. هسه تفاجأت بهاي القطعة، مخليتها بلدية محافظة البصرة، مدري الإخوان في محافظة البصرة مغيرين اسم هذا الشارع، مسمينه باسم المهندس الراحل عبد الله عويز. بس أنا أريد أعرف شنو فضائل عبد الله عويز على محافظة البصرة حتى يسمى هذا الشارع باسمه؟ شنو هاي الجسور مالته؟ الجسور مالته الكس ست اشهر تبدلون الرباطات مالاتهن المتهالكه. فيعني السؤال اللي ينطرح هنا، بدل ما تفكرون بتغيير الاسماء وتصرفون قطع وصبغ وما اعرف شنو حتى تغيرون الاسماء، وهاي تحتاج مو بس هاي القطعه، لا تحتاج قطعه ثانيه، لان هسه بالجديد لازم يقول لك يمينا تروح الى هذا الشارع، يسرا تروح الى هذا الشارع، قبل تروح الى هذا الشارع، فاكو قطع. فبدل ما تفكرون بهاي السوالف فكروا تبنون مدارس، فكروا تبنون مستشفيات، فكروا تبنون منازل حتى تحلون أزمة السكن العشوائي، أو تحلون زمن التجاوز أو حالة التجاوز. ما يفكرون بيها، بس أنه أكو شارع إلى اسم معروف، وأقولكم إياها من هسه لأنه صارت قبل وراح تصير بالمستقبل، ما راح يتغير اسم الشارع. أكو هواية فلك وشوارع تغيرت أسماءها قبل وهسه، وبقت الناس على نفس الاسم الأولي لأن عرفتها بهذا الاسم. بس فكروا تشتغلون صح. هاي دعت شوية سياسي. الناس لما شافت هذا الفيديو وغيره قامت تعلق على هذا الموضوع. محمود التميمي يقول على فيسبوك: نعم كلام المواطن صحيح وحقه يعترض الرجل، مقاول وكل شيء عمله بمقابل ومو مجاني. رياض الديزي يقول: أحسنت والله كلام صحيح، إحنا إذا كل مقاول بالإضافة إلى ربح الفاحش يسمى شارع أو المشروع باسمه فهذه كارثة. حسين السلياطي: البصرة أم العلماء والأدباء والشعراء، ترسوها أسماء شارع سيد فلان وشهيد علان. وعبد العظيم الجابري الله يرحمه، بس هو مقاول يعني شغله بفلوس، إش دخله بأسماء الشوارع؟ فكانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية. وعدنا اتصال. محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ أسد، حياك الله. قناة الرافدين البطلة أستاذ العزيز، هم من 2003 جايين تدمير العراق، أبو عمامة وأبو عقال وأبو عمامة أبو قاب تفيلك الله، دول جايين تدمير العراق، ليش يصلحون؟ لا صناعة لا زراعة، رحمة الوالدية، لا صحة لا علم. أبو عمامة سوى أبو عمامة بس يعرف يكتب شارع فلان سيد فلان، عمي ذولا ما كم يلا حرقهم حرق، هم وعوائلهم كفيلك الله. ذولا أبو عمامة، هم أبو عمامة هو دمر البلد، ذولا احتلال العراق من 2003. نعم. عمر أنت أستاذ أسد، وأبو عقال هذا الدوني يحكي على النازحين، هذا محمد الخايس حميد الهايس يحكي عن
هلا ذول يقول ذول دواعش، والله تخسر يا ولد تخسر، شاربك وشارب خلفك، ذول مو دواعش، ذول هم صاروا سووا، وانت لو بخير ما تجيب العجم نوموا حضن نسوانكم، يا ايها الانجاز، ذول الخزي والعار، ابو عمامه وابو قاب، الخزي والعار، يا ابو عقال، هذول اهل العقل الخياس، ادوا عند نفسهم شيوخ، ذول مو شيوخ، ذول شيوخ الاحتلال، عمي دمروا العراق، الله يهجم على رؤوسهم. رؤوس اهل العمايم القاعدين بالكربلاء والنجف، تحياتي للقناة. شكرا شكرا لك البطل عمري. نروح الى ملفنا الرابع وهو كارثه بكل معنى المقاييس. العراق اللي جوا بحر من النفط، العراق اللي صدر تقريبا يوميا 4 مليون برميل، وكميه الاحتياط النفطي جوا، هاي الارقام اللي حكيتها هاي مو انا اقولها، هاي وثقتها منظمه اوبك او منظمه الدول المصدره للنفط. تقريبا الاحتياط اللي موجود جوا العراق 145 مليار متر مكعب من النفط، رقم مو طبيعي، واحد يعتبر من اوائل الدول، او مو هي واحد من مؤسسي منظمه اوبك لتصدير النفط، اليوم بازمه وقود. ورا 20 سنه من الاحتلال اكو بازمه وقود، والناس دا تعاني من هاي الازمه بسبب النقص بماده وقود الكاز عفوا اللي يسموه اخواننا العرب في بلدانهم الديزل او السولار. ملاك السيارات بالعراق لازمين سره قدام البنزين خانات حتى يقدرون يزودون سياراتهم بالوقود، وهاي المعاناه تزيد من حمل اصحاب هاي السيارات، خصوصا السيارات النقل والحمل. وعندنا تساؤل من مواطن يقول وين الوقود بالعراق اللي يعتبر من أول مصدرين نفط بالعالم، وهل هاي الأزمة مفتعلة لو لا؟ وهذا التساؤل راح تسمعوه من أخونا اللي طالع بهذا الفيديو. احنا عندنا أزمة حقيقية إلا وهي أزمة الغاز. زين يا أخي يا وزير النفط، فعلا ماكو غاز لو هاي الأزمة مفتعلة؟ هاي الناس شنو ذنبهم رابطة من يومين وثلاثة وأربعة أيام حصل له 100 لتر غاز؟ احنا البلد النفط الاول بالعالم، غاز ماكو، الناس مرابطه يومين وثلاثه واربع ايام وغاز ماكو. احنا خلي يطلع وزير النفط يشرح الحاله للناس، لانه احكي لك الصدق، الحكومه صارت محط مسبه، الناس تلعن وتسب ومتضجوره من هذا الموقف اللي ما إلى أساس. ليش غاز ماكو يا وزير النفط؟ غير هاي المسألة يراد لها حل، لو نخليها على غاربها. قبل أيام نشرنا منشور على مود الغاز، بعض الأخوة منتقدنا على اعتبار أنه إحنا ضد حكومة الإطار. أخي يا إطار اللي نحكي عليه، إحنا نقول لك غاز ماكو، المجتمع متحطم، المجتمع مقيد، اللوري هو عصب الحياة بالعراق، واللون إذا ما أكبي غاز شلون يمشي؟ هذا تساؤل من أحد المواطنين اللي قلنا لكم عنه. نروح لديالة ونفتر شوية بيها ونطب بأقضيتها قضاء قضاء ونوصل إلى قضاء اسمه بلد روز. راح نسمع شكاوى من المواطنين من طول السرة أو الطابور مال السيارات اللي تريد أن تتزود بوقود الكاز، والمسافات الطويلة، إضافة لهالشي سعر لتر الغاز وصل تقريبا 1000 دينار عراقي لللتر الواحد. وقالوا انه سبب هاي المشكلات كلها عمليات التهريب وقلة التجهيز للمحطات بديالة. وسمعوا. لا يابا يا قمارة، هذا منو؟ بعيدة بعيدة. هاي بديالة، نطلع من ديالة ننزل سوى مشاهدينا الذيقار مرة ثانية ونطب القضاء الفهود.
نلقي تجمع لآلاف الأشخاص والمواطنين بوحدة من محطات تعبئة الوقود على أمل أنه يقدرون يحصلون وقود الغاز بسبب الأزمة اللي تعاني من أدها المحافظة وغيرها. إذا تردون تشوفون الحال هذا هو. هاي الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من بيرق العراقي يقول: الغاز والمشتقات النفطية تذهب إلى الميليشيات في سوريا ولبنان واليمن مجانا، لا رقيب ولا حسيب. عمار يوسف: العالم كله جاي على نفطنا وإحنا ما عندنا لا غاز ولا نفط. أحمد حسين: والحكومة تنطي الغاز السوريا ولبنان ببلاش، صرنا للغريب فدوة. ناصر سرحان الجعفري: يفتعلون الأزمات لأن هم عايشين عليها، والله مهزلة، الناس واقفة طوابير على الغاز، عيب وخزي. فكانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية اللي هي أزمة الوقود اللي يعيشها العراق، خصوصا وقود الغاز. عفوا، علي من بغداد حياك الله. حياك الله. السلافات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلافات، يعني تحييني في دار التربية كاخت ثانية بس محوم مية. نعم. ولعبوا بيها طوب، أنا على نيتي دمروني دمار. ليش 2013؟ نعم. دمروني. خفت منهم وهاي يخوفون بالسلاح وبالهاي. قاموا ينامون المستشفيات، يودون الشيوخ، يودون الهاي يفون عليه. يا بش فيكم حوفوني؟ ما يرضون يحوفوني. قاموا يحاربوني. الو؟ الو، تفضل دا اسمع. قالوا قلت لك تحيين السربيت كلك الثانية. اي اي. ثلاثة واحد. 11 او 11 2013 هو استقلال من 2013. نعم. دمروني. طيب. نعم. ايه. المشكله يعني دمروكم، شنو المشكله؟ المشكله انهم قاموا يخافون بالدائرة. تدري شو الدوائر منو بيها؟ من لازمها؟ الشخص الثاني. تدري المن؟ نعم. ونيموا المستشفى، اعطوني كتاب على المستشفى. طيب. طبعاً استاذ من المستشفى دراجة بي قالوا ولع الموازنة، يلا شوفوا لك راتب. كل شيء ماكو. نعم. الكتاب هسه هم النائب العبطان، عبد الكريم عبطان. عبد الكريم العبطان، نعم. اي هو يم هسه الكتاب مال المستشفى، ولسه ما صرفوا لي راتب. انا انت قاعد لا حول ولا قوة، لا عندي فلوس، لا هاي، كل شيء ماكو. نعم. لا شغل اقدر اشتغل، لا هاي، مصطلح الثاني محارب من قبل. نعم. وصلت مشكلتك أخ علي، وعيني العبطان أخ علي يتصل ويقول المشكلة مالتي واقفة يمك، فبلا أمر عليك دورها بالمجار مالتك وحرك الهيئة. مشاهدينا الكرام، نروح إلى 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 أنه محاولة استغلال حكومة محمد الشياع السوداني أو حكومة الإطار ملف العاطلين عن العمل من الخريجين وتوظيفهم حتى ترمم صورة الأحزاب قدام الناس، صورة الأحزاب اللي فشلت أنه تدير هذا البلد من 2003 لحد هاي اللحظة، صورة الأحزاب اللي فشلت في أن تقدم للبلد شيء يستحق، صورة الأحزاب اللي فشلت أنه تعيش المواطن العراقي بأبسط حقوقه، صور الأحزاب اللي فشلت أنه ترفع اسم العراق بالمحافل الدولية، وصار العراق بلد العالم كله يعرف انه اكو حكومه بي ما تهتم بي او اكو احزاب بي ما تهتم بي، فهم ايضا مداري الابال. وفشلت ايضا ان ترفع المواطن العراقي اللي عايش خارج العراق بسبب انه انت عندك حكومات هي ما مهتمه بيك. ولهذا السبب تلميع صوره الاحزاب واستغلالها لقضيه العاطلين عن العمل، قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين سوالنا انفوغرافيك يوضح به الخفايا الحقيقية وراء اطلاق آلاف الدرجات الوظيفية بالعراق. خلونا نشوفه سويا.
أكو كلمة طلعت قبل شوية محمد الشيع السوداني، أوقفنا التعيينات لأنها سياسة غير مجدية اقتصاديا. عيني باشا، جيش المستشارين اللي موجود عندك شي يسوي لك؟ يحكي لك عن فوائد الرارنج فوق الباقلة بالدهن؟ لعد من أخذتوا قرار وسولفتوا بالقرار ونطيتوا أرقام بالتعيينات وراها تجي تقول لي أنه السياسة غير مجدية اقتصاديا؟ أي طبعا غير مجدية اقتصاديا، أنه تعين هذا الرقم الكبير من الناس وتحمل الدولة والميزانية فلوس أزيد وأنتوا أصلا مدة تطور رواتب عدل والدولار صعد والدينار انخفض، طبعا سياسة غير مجدية اقتصاديا. تريد سياسة؟ أنا مو سياسي بس راح أجي وياك. عندك 5000 معمل، لو فرضنا كل معمل يشغل 1000 دولة 50,000 واحد. السلام عليكم، شغلت، وزعت رواتب، سويت إنتاج محلي، قمت تغطي السوق المحلي بإنتاجك اللي موجود عندك بهواية مصانع كانت موجودة بالعراق، اكتفيت، قمت تصدر لي برا، جتك فلوس. الله يساعدك أخوي، شونك؟ إن شاء الله بخير. عندك الفلاح، اهتم بيه، اطي بذور، اطي مي، وزع له مرشات، انطي دعم، خليه يزرع، يكمل، يحصد، يجيب لك المحصول، تقول هذا المحصول فرضا تم عنبر ممنوع تستوردون تم من برا، عندنا محصول عراقي. تريد بعد؟ لو ما يحتاج اخويا استاذ محمد الشيع السوداني ابو السياسه غير مجدي اقتصاديا، من 2003 لي هسه كم معمل بنيته؟ من 2003 لحد هاي اللحظه شنو اللي قدمتوه لابناء الشعب العراقي غير البؤس والعذاب والضيم والقهر والنزوح؟ شنو اللي قدمتوه لابناء الشعب العراقي غير خوفهم من الميليشيات والحشد؟ شنو اللي قدمتوه لابناء الشعب العراقي غير انه يكون مواطن ما يعرف راسه من رجليه؟ شنو اللي قدمتوه للمواطن العراقي لما تكون عنده معامله وهي معامله اي مكان، واهم مكان مثلا شنو الجنسيه؟ ابسط شيء المفروض تكون المواطن عنده هم لما يروح يقدم معامله. شنو اللي قدمتوه للمواطن انتم غير العطل؟ فلان مات، فلان انتحر، فلان استشهد، فلان اختنق، فلان غرق، فلان ولد، فلان ما اعرف شنو، وصارت العراق اكثر بلد بالعالم بعطل، وكميه الانتاج للموظف العراقي مش قد كميه الانتاج للموظف العراقي، ساعه ساعتين ثلاثه باليوم. شنو اللي قدمتوه للمواطن العراقي حتى 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 يعيش زين؟ عفونا من هاي كلها، هاي قدامكم تركيا وسوريا، صارت بها زلزال قدر من رب العالمين، صار زلزال فوق ال 30,000 35,000 واحد ماتوا، فوق ال 81,000 واحد نجوا، يعني مئات الالاف بدنا نحكي عليهم. اذا لا سامح الله، يا رب ما تصير، بس اذا لا سامح الله صار زلزال بالعراق وصار اللي صار بتركيا وشمال سوريا بالعراق، شنو اللي تقدرون تقدموه للشعب العراقي؟ وشنو استعداداتكم اصلا اذا انتم جسر 10 سنين ما مغيرين التيوبات مالته؟ اذا جسر السياج وقع سنتين مغلق لانه السياج واقع بسبب سياج، شنو اللي عندكم انتم تقدرون تقدموه للشعب العراقي حتى تجي تحكي لي سياسه مجديه اقتصاديا وسياسه غير مجديه اقتصاديا؟ شنو اللي تقدر تقدمه الحكومه العراقيه للشاب هسه؟ يا بعوفنا من الشاب، طلاب الابتدائي ورا ايش قد هو طالب الابتدائي؟ 6 سنوات طب الابتدائيه، 12 سنه لازم يطب كليه، 4 سنوات يتخرج، ورا 16 سنه لطالب الاول ابتدائي اليوم، شنو اللي عندك تقدم لها؟ شنو خططك اللي بعد 5 سنين و6 سنين و10 سنين و20 سنه؟ ترى هاي دا احكي لك مو اني، كل دول العالم اكو خطط خمسيه، واكو خطط عشريه، واكو خطط لربع قرن، واكو خطط خمسينيه حتى بالمستقبل شلون يتطورون. بس مع الاسف تطون ارقام للتعيينات تفرحون الشباب، والله اعذرونا ترى هاي سياسه غير مجديه، احنا ما عرفنا نفكر صح لانه ما نفتهم. نلتقيكم على خير ان شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامج صوتكم باكر، في امان الله.